يسعد مساكم مشاهدينا. ربع نهائي كأس لبنان كان عبارة عن جولة خروج أندية النخبة فيما عدا النجمة طبعا. بداية مرحلة الإياب من بطولة لبنان مع 10 أجانب جدد فقط بأندية البطولة 12، وطبعا العبرة رح تكون بالإداء. أما نهائي بطولة الفوتسال فهو إداء المتعة والتألق من بنك بيروت والصداقة. معركة نهائي الفوتسال مشتعلة، النجمة وحيدا بالكأس من أندية النخبة، العهد أقال فانلي بعد خماسية الأخاء، محمد حيدر بدأ مسيرته مع الفتح السعودي، وعدنان حيدر إلى جامعة طرابزون التركي. طبعا هيدي أسئلة مش أجوبة، يمكن بخلال الحلقة تسمعوا أجوبة تانية على بعض الأمور اللي انطرحت بالعناوين مثل عدنان حيدر. بننتقل لمباريات ربع نهائي كأس لبنان وبدايتها مع السلام زغرتا والريسينج. طبعا السلام زغرتا استحق الفوز، إنما مع علامة سؤال مهمة حول الريسينج وخيارات المدرب ببداية المباريات، لأن مباريات الكأس عادة لا تحتمل التقدير ووضع عناصر مؤثرة على مقاعد الاحتياط. على ملعب العهد كان السلام زغرتا عم يحجز مقعده بالمربع الذهبي لكأس لبنان على حساب فريق صعب هو الرسنج، بعد ما تغلب عليه بهدف دون رد. الشوط الأول كان متكافئ نوعا ما مع أفضلية للسلام زغرتا يلي كان أخطر، والبداية كانت مع فرصة لمهاجمه دوغلاس مرت بجانب القائم الأيسر. أبرز محاولات الرسنج بهالشوط كانت تسديدة أحمد طراد من دون ما تصيب المرمى، ورد عليها أبو بكر المل بفرصة وجدت الحارس. السلام حاول إنهاء الشوط الأول بهدف، لكن كل محاولاته ما كانت ناجحة. بداية الشوط الثاني كانت ممتازة للسلام بعد ما نجح أحمد الخطيب بافتتاح التسجيل بالدقيقة 48 تحديدا، ليقوم من بعدها مدرب الراسنج ليبور طالا بثلاث تبديلات سريعة، بيناتهم المهاجمين لاسينا سورو وسيرج سعيد يلي كاد يسجل هدف التعادل لولا تدخل نظير دويهي. إبراهيم أبو جبل حاول بدوره لكن رقصيته علت العارضة الشمالية. السلام كان ممتاز بالانضباط الدفاعي، خاصة أحمد الخطيب أحد نجوم المباراة، بينما عاب الراسنج التسرع والإرباك لتمر الدقائق من دون ما ينجح بالتعادل وفرض أشواط إضافية. أما السلام زغرتا فبات على بعد خطوتين فقط من إحراز كأس لبنان. طبعا بنعتذر من كل مشاهدينا أنه موعد أوفسايد كنا قلنا لكم عبر الفيسبوك أنه ممكن يكون 5:30 بسبب المحكمة الدولية، رجع لوقته بسبب إلغاء جلسة بعد الظهر من المحكمة الدولية، وبالتالي أمر طبيعي نحن في لبنان. بكرر اعتذاري منكم. بنبقى بأجواء الراسينج، الخروج من بطولة مثل كأس لبنان لفريق مهيأ للإحراز لقبة ربما مثل الراسينج هو كف حقيقي بتوقيت قاسي، إنما أحيانا الكف بالتوقيت القاسي بيكون درس مهم للاعبين بيقدروا يعملوا شيء بمطرح تاني مثل البطولة، خصوصا أنهم متأخرين عن البطل والوصيف بنقطة واحدة فقط. كيف كانت استعدادات الراسينج لمرحلة الإياب من بطولة لبنان بنتابع سوا. المفاجأة السارة بمرحلة الذهاب كانت نادي الراسينج. بنظرة سريعة على جدول الترتيب هالنادي بيتفوق على أندية مثل النجمة، الأنصار، شباب الساحل والأخاء علي ليحتل المركز الثالث بعيد نقطة بس عن الصدارة. العمل الممتاز للمدرب التشيكي ليبور بالا بالإضافة للتمارين الجدية هي أحد أهم الأسباب لتألق الراسينج. بكل بساطة ما رح نقبل ننهي الموسم بأقل من المركز الثالث، الضغط موجود علينا وأيضا موجود على باقي الأندية. بعتبر العمل تحت الضغط أمر طبيعي، بوافق إنه الراسينج هو الحصان الأسود للبطولة ورح نسعى جدياً لإحراز أحد المراكز الثلاثة الأولى. أنا سعيد جداً بأداء الفريق وبالتزام اللاعبين. بالا مقتنع بشكل كبير بلاعبينه الأجانب، وبالتالي ما في أي مجال لتغيير النيجيريان بريشز ودرك والإفواري لاسينا سورو. بالنسبة لملف الأجانب لدينا مثل معظم الفريق لاعب أجنبي بكل من مراكز الدفاع أو الوسط والهجوم. بريشيوس صمام الأمان بخط الدفاع، ديريك ممتاز بخط الوسط خاصة بالمهمة الدفاعية، ولاسينا أرقامه بتحكي عنه، وبالتالي ما في أي داعي لتغيير الأجانب. لا وجود لأي إصابات بصفوف الراسينج، وبفضل الاستقرار الإداري والفني والمادي غير مستبعد أنه يتابع الراسينج نتائجه القوية، وليش لا المنافسة على اللقب.
ننتقل لمباراة تانية، شباب الساحل وطرابلس، مباراة مملة عموما على أرضية سيئة. شباب الساحل لاعبين وال11 كانوا خارج الفورمة تماما، ما استحقوا أن يربحوا المباراة بالتأكيد، بينما لاعبين طرابلس رغم النقص بصفوف الأساسيين وغياب بعض اللاعبين للإصابة وغيره، إنما الفريق كان قد المسؤولية، وبيبقى أنه الثقة الزايدة أو الثقة الناقصة بالنسبة للاعبين شباب الساحل هي المشكلة. على ملعب برج حمود، سلسلة مفاجآت الدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان استمرت. وصيف النسخة الماضية شباب الساحل كان عم يخرج من البطولة بخسارته 1-2 أمام طرابلس يلي تأهل للدور نصف النهائي. بداية المباراة كانت ساحلية بعد ركنية من عماد الميري ورأسية لجد نور الدين التقطها عبدو طافح. من بعدها سيطر طرابلس وكان له أكثر من فرصة أبرزها لوليد فتوح بالدقيقة 13. الخطورة الطرابلسية استمرت بعد ما سدد محمد مقصود كرة قوية من خارج المنطقة لمست القائم الأيسر لمرمى الساحل. السوري علي غليوم لعب وسط الساحل كاد يسجل بعكس مجريات اللقاء بعد مجهود فردي مميز، لكن تسديدته عالت العارضة. وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق فرض المنطق نفسه وتمكن طرابلس من افتتاح التسجيل عن طريق فتوح يلي استغل عرضية من محمد مقصود وسدد كرة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى عباس شيد. بالشوط الثاني دفع لاعبي الساحل بهدف التعويض، بينما اعتمد طرابلس على الهجمات المرتدة وكان قريب من مضاعفة النتيجة بوحدة منها، لكن تسديدة عبد الستار اللون القريبة افتقدت للتركيز على عكس نجم المباراة وليد فتوح يلي عرف كيف يقضي على أمال رجاله لجمال طه بإضافته الهدف الثاني لطرابلس بطريقة ذكية. الساحل حاول العودة لأجواء المباراة بالدقائق الأخيرة ونجح بتقليص الفارق من ركلة الجزاء، حصل عليها المميز علي غليوم وترجم عماد الميري بنجاح. الفريق الشمالي عرف كيف ينهي اللقاء لصالحه، فاستغل غياب حسن ظاهر وأمير الحاف الموقفين اتحاديا عن الساحل واستحق التأهل عن جدارة بعد الأداء المميز اللي قدمه، رغم غياب المهاجمين السوري عبد الرحمن عكاري والفلسطيني إبراهيم سويدان. وبالتالي فينا نقول بداية موفقة لورطان غزاريان المنضم حديثا للجهاز الفني للفريق الشمالي. طبعا مع تهنئة طرابلس على أدائهم المميز بالمباراة رغم النقص مثل ما قلنا، بيبقى الإشارة إلى أنه شباب الساحل عم بيعاني دايما مشكلة أساسية. وقت بيلعب مع الفرق الكبيرة بنشوف شباب الساحل فعلا فريق كبير ومنافس، وقت بيلعب مع فرق أقل منه طبعا مع الاحترام لطرابلس بتظهر المشكلة. يمكن هي إيمان اللاعبين بقدرتهم، ثقتهم بنفسهم، إيمانهم بإمكانية أنهم يعملوا نتائج ينافسوا على الألقاب ما تعودوا. بالعكس، وبعتقد أنه هيدي هي المشكلة الأساسية اللي عم بعالجها حاليا الكابتن جمال طه. خلينا نشوف نحن وياكم شو كان رأي جمال باستعدادات شباب الساحل قبل انطلاق مرحلة الإياب بأيام قليلة. شباب الساحل قدم مرحلة الذهاب أكثر من جيدة، الفريق سجل نتائج مهمة أمام الفرق القوية، لكن صعد بالمباريات يلي من المفترض تكون أسهل. الملفت كان كتر التعادلات الفريق يلي بلغوا 5 من أصل 11 مباراة، والحصيلة كانت 17 نقطة وضعت الفريق بالمركز الرابع. أما هدف النادي بمرحلة الإياب، الهدف نبقى ضمن المراكز المتقدم من الأول للأربعة للخمسة، يعني الهدف أنه نضل قدام. هلأ أنت بتعرف عالم كرة القدم كل شيء يعني ممكن يصير، وخاصة الفرق اللي عندها طموح واللعيب اللي عنده إرادة وطموح. نحن هذا موجود عندنا بفريق شباب الساحل، مطلوب نشتغل على أساسه. يعني آخر الدوري بتكون نشوف حساباتنا، نشوف وين أخطأنا وين أصبنا، وعلى ضوءه بنقدر نبني للمستقبل إن شاء الله. الإبقاء على الثلاثي الأجنبي كان له مبرر عند المدرب جمال طه. أنا ضد التغيير العام، لا، أول شغلة مش للأمور الفنية. يمكن الأمر الفني ممكن تجيب أحسن من علي غليوم، أو ممكن تجيب أحسن من رمي، أو أحسن من دانيال، بس عملية التجانس أنت بتعرف بدها وقت. عشان هيك أنا بفضل أنه بما أنه بعرف هيدي اللعيبة بفضل أنه يبقى فيها. هلأ الشغلة الثانية، أنت بتعرف كمان عقلية اللاعب الأجنبي ممكن مختلفة عن عقلية اللاعب اللبناني وتربيتنا. بقى ممكن يجيك لاعب أجنبي ممتاز بس عقليته كتير صعبة، ما يتكيف مع المجموعة، نكون خسرنا، يا بدنا نخسر المجموعة يا بدنا نخسر الأجنبي، سواء نخسر الأجنبي. بفضل على هذه المجموعة لأنه هن ثلاث لاعبي جيدين وأخلاقيا ممتازين، وهذا الشيء الأهم. ومع المجموعة عاملين توليفة جيدة، ما في مشاكل، خلينا نكمل مثل ما بلشنا إن شاء الله. شباب الساحل رح يدخل مرحلة الإياب بدون أي إصابات، والمسعى جاري لعدم التأثر بالإيقافات الأخيرة لبعض نجوم الفريق. لما بتكون النتيجة 5-0 بصير أي تحليل ما له معنى.
من ناحية أولى. من ناحية تانية فرص ضايعة للعهد مقابل علامة كاملة بترجمة الفرص للإخاء الأهلي علي، هيدي هو السبب، أم أنه السبب الحقيقي سوء قراءة ما قبل وخلال المباراة لمدرب العهد؟ خلينا نشوف. مباراة ما بتقل شأن أبدا عن لقاء النجمة والأنصار، كانت عم تجمع العهد والأخاء الأهلي علي، وكتار توقعوا تكون مباراة حماسية وما تحسم إلا مع صافرة النهاية. اللقاء أقيم على ملعب الصفا. بداية اللقاء كانت نارية ومفاجأة، أليكسي خزاء افتتح التسجيل بالدقيقة 13، وقبل ما يحاول العهد معادلة النتيجة كان البرازيلي دييغو عم يضيف الهدف الثاني بالدقيقة 19 لبلكادي سجل الهدف الثالث من بعدها، وسط غياب تام للعهد عن مجريات الشوط الأول يلي تسيدوا الأخاء أداء ونتيجة وانتهى بتقدمه بهدفين دون رد. محاولات العهد بدأت فعليا بالشوط الثاني عبر حسين دقيق وعلي بزي ومحمد أبو عتيق، لكن جميع هالمحاولات ما أثمرت ولو هدف واحد. وبعكس المجريات نجح أليكسي خزاعة بإضافة الهدف الثالث بالدقيقة 67، هالهدف قتل تقريبا المباراة رغم محاولات حسن شعيطوموني. الأخاء وجد حالة العهد السيئة فرصة لتوسيع النتيجة، فسجل الهدف الرابع بالدقيقة 82 عبر البرازيلي الآخر ليما، واختتم نجم اللقاء خزاء المباراة برأسية هزت مرمى العهد للمرة الخامسة وسط ظهور الحضور وفرحة كبيرة ومستحقة للأخاء يلي أعطى وصيف الدوري درس، لكن بمسابقة الكأس ويتوالى خروج المرشحين الكبار من كأس لبنان. يلي شفناه مع العهد امبارح او اول امبارح بيشبه تماما يلي شفناه بمباراة العهد والنجمة بالدوري يوم اللي انهار العهد دفاعيا، وهذا الشيء عم يتكرر، وكان في قراءة خاطئة من الجهاز الفني للحظة سقوط الفريق وكيفية التعامل معه. كمان علامة استفهام تاني بنبقى بأجواء العهد بتطرح نفسها، أجنبيين جداد للعهد كتير منيح، إنما هالأجنبيين بيلعبوا بمركز المهاجم ومركز لاعب الارتكاز، وهون بيطرح السؤال نفسه، هل حاجة العهد للاعب ارتكاز ومهاجم أم أنه هو بحاجة لتعزيز دفاعه؟ وجعوا لجدول الترتيب بتشوفوا العهد كم هدف تلقى لحد هلأ بالدوري أو الكأس. خلينا نشوف تقرير عن استعدادات العهد لمرحلة الإياب، وبذكر أنه هالتقرير كان أعد قبل إقالة المدرب التركي فانلي يلي رح نحكي عنه بعد عرض التقرير. مرحلة الذهاب شهدت استعادة العهد لموقعه الطبيعي بين المنافسين على اللقب، فاحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن الصف المتصدر. وجود نخبة من اللاعبين المحليين بصفوف العهد مثل هيثم فعور، عباس عطوي أونيكا، أحسان عوادة، حسن شعيطوموني، علي بزي وغيرهم ليقدموا خيارات عديدة للمدرب التركي الألماني باختيار فانلي. هدفنا تكملة مسيرتنا الناجحة لهلأ، ما كنا محظوظين بالذهاب بسبب كثرة الإصابات، حالياً الوضع ممتاز وأكيد رح نسعى لحصد لقب الدوري. الإمكانات موجودة ولدينا مجموعة من أفضل اللاعبين، إن كان اللاعبين الدوليين أو اللاعبين الشباب يلي ما بيقلوا شأن أبداً. على صعيد الأجانب أبقى العهد على المدافع الغيني أبو بكر ديالو، واستخدم لاعبين برازيليين المهاجم مارسيلو ولاعب الارتكاز رودولفو بعد ما سبق واستغنى النادي عن المهاجم التشيكي ديفيد ستريهافكا. بالنسبة للمهاجم مارسيلو فهو مهاجم جيد وحيوي وعم يكون ممتاز بالتمرين، أما لاعب الارتكاز رودولفو فكمان على مستوى عالي وبيقدر يلعب أيضاً كمدافع. هاللاعبين رح يساعدوا الفريق بشكل كبير لأنه بيملكوا الخبرة والجودة المطلوبة. تشكيلة العهد رح تكتمل مع عودة مرتقبة بالأسابيع المقبلة للظهير الأيمن حسين الزين ولعب الوسط مصطفى بيضون. التفاؤل موجود ومن المتوقع أنه الفريق ينافس على اللقب حتى الأمطار الأخيرة على عكس المواسم السابقة. بهالوقت منعقد مجلس إدارة نادي العهد مفروض يكون هيك، وأول قراراته رح يكون تثبيت قرار إقالة المدرب التركي بختار فانلي، تسليم الدفة مؤقتا لمساعده الكابتن باسم مرمر ومعاونه غلام غادر مؤقتا. من الأسماء المطروحة الكابتن موسى حجاج، كابتن سمير سعد، هني أسماء مطروحة، إنما إدارة النادي لم تبحث بأي اسم حتى الآن. يفترض أنه جلسة الآن المنعقدة بهالوقت إذن يفترض أنها هي مخصصة للبحث بشكل أساسي بموضوع المدرب الجديد للنادي اللي محتمل أنه يكون أجنبي، إنما مش فورا، المسألة تحتاج إلى بعض الوقت، إنما بشكل رسمي نادي العهد لم يتصل بأي مدرب لبناني
أو أجنبي حتى هذه اللحظة. بكل الأحوال آخر مهلة لتوقيع اللاعبين الأجانب بفترة الانتقالات الشتوية هي بكرة الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت لبنان طبعا. واللي بنعرفه اللي متأكدين منه أنه الأندية حسمت خياراتها بنسبة 99%، يعني احتمال التغيير شبه معدوم للاعبين الأجانب. 10 أجانب جدد تم ضمهم إلى الدوري اللبناني في أندية، عم نشوف قدامنا طبعا الأسماء. العهد ضم لاعبين أجانب هن رودولفو سواريز ومارسيلو دياز البرازيليين، لاعب ارتكاز ولاعب مهاجم. النجم ضم لاعب واحد فقط هو أحمد عبد العزيز مودي المدافع. الأنصار ضم أبيدي برينس النيجيري ورودولفو رودريغو لوبيز مهاجم أيضا. المباراة 3 لاعبين أجانب، علاء بيضون، خالد الصالح، واليوم أنهى عقد محمد منصور اللي بيوقع بكرة بالاتحاد. التضامن سور استعاد لاعبه يلي كان عنده السنة الماضية المهاجم تيزان كوني، وضم أيضا مهاجم جديد هو العاجي جان باتريك ميلس، إنما ليس المحقق ميلس طبعا. اللاعبين الأجانب يلي تم ضمهم بمرحلة الإياب هني 10 مثل ما قلت لكم، بالتالي بيكون توزيعهم على الدول الأكثر هي سوريا بعشر لاعبين، ساحل العاج والبرازيل بست لاعبين، نيجيريا 4، السنغال وغانا 3، ولاعب واحد من كل من رومانيا، غينيا، المغرب ومصر. هول هن اللاعبين الأجانب اللي بتبقى العبرة مشاهدينا ب النوعية بالإداء يلي رح نشوفه منهم والمستوى يلي رح يقدموه مع أنديتهم. وقفة إعلانية بنروح بعدها لمباراة الديربي بين النجمة والأنصار. عودي مشاهدينا لمتابعة أوفسايد، وقبل ما نروح لمباراة النجمة والأنصار حب يكون معنا باتصال هاتفي مدير نادي شباب الساحل حسين فاضل. حسين مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك، تفضل. بس حبيت أوضح شغلة صغيرة بالنسبة لمباراة كأس لبنان. ما في شيء كعيب، ما في حد يزيده على اللي حكيته حضرتك عن، بالعكس الفريق بشكل كل الفريق ما كان موفق بالمباراة، وبتمنى انه هذه المباراه تكون درس لنا. صح، نقدر نكفي فيها نكفي بالدوري لنسعى لنكون بمركز متقدم. وبين الهلالين بس يعني اكيد انت حتحط حضرتك الحالات التحكيميه، غير ركله الجزاء اللي انصفرت للساحل، في ركله منها على نفس اللاعب سوري علي غليون الدقيقه تقريبا شيء 75، ركله جزاء واضحه يا ريت. بس ان شاء الله ان شاء الله تكون كاميرتنا حسين لقطتها، لانه بلحظه ما الكاميرا كانت عندها مشكله بالبطاريه. بس بكل الاحوال انا بعد لك نفس الكلام، وبعتقد انت وكابتن جمال تتفقوا معي، انا بطالب لاعبين شباب الساحل تحديدا لما تقدمه اداره هالنادي للاعبين، بطالبهم انهم يامنوا بقدرتهم انهم يعملوا انجاز. ان شاء الله الله يوفقنا يا رب. شكرا حسين. فريق مكتمل الصفوف، شخصيته حاضره، عنده صناعه فرص، عنده ترجمه فرص، بمقابل فريق ناقص الصفوف، ما كان عنده شخصيه على ارض الملعب تماما. هذا هو ملخص اللقاء 105 بين النجمه والانصار بتاريخ لقاءاتهم. الفوز 35 للنجمه على الانصار مقابل 41 للانصار. اما بكاس لبنان فهذا الانتصار هو الرابع للنجمة مقابل 8 انتصارات للأنصار، لأن الفريقين التقوا لحد هلأ بمسابقة الكأس 12 مرة. فريقين عم يدخلوا إلى أرض الملعب النجمي والأنصار بمباراة منتظرة ومرتقبة، هي موقعة اليوم الأخضر والنبيذي، عم يحتضنها ملعب المرداشية، والحكم هادي السلامي عم يعطي إشارة انطلاق المباراة. مهارات عالية، مهارات عالية عند خالد تاكش صاحب رابع شهو، مهارات عالية وتسديدات قوية من خالد التكجي، أيضا العرضية لداخل منطقة الجزاء إنما الأكروباتية. حمام النجمة، ديروا علي يا حمام، هيدي كراته وفعلا هيدي لمساته، هيدي تسديداته، هيك بيسدد يعني مقارنة بالمواسم السابقة. مع الكرة أيضا العرضية، هالمرة أقرب مغربي بالكرة الأكروباتية من جهة الأنصار، مع الكرة تتفتح منطقة الجزاء، ممكن جول، وتحية الجنرال بهاللحظات، تحية كتير كبيرة عم بيقدمها ويوجهها لجمهور فريق النجمة. خطيرة المحاولة الأنصارية، ممكن تسديد، إنما تسديد بتتخلص باللحظة، وبهول
بالنسبة للنجمة أو الأنصار بالوقت اللي حصل محمد داخل منطقة الجزاء بسدد، حصل محمد تسديدته بتكون قريب جدا. يعني 8 لاعبين من النجمة موجودين بحائط الصدمة، راموس عم يتقدم عم يلعب الكرة بطريقة ذكية، هو محمد حمود أيضا لخالد التكجي العرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة 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 خطيرة، اشتعلك اشتعلك كثير جمهور النجمة يا حسن محمد، اشتاق انه تهز الشباك، اشتاق انه تعانق الشباك، اشتاق انه تدخل الفرحة لقلوب النجماويين. طبعا مع هالنتيجة المثالية للنجمة بنقول مبروك لجمهور النجمة، وبقول شكرا لجمهور الأنصار والنجمة اللي كانوا موجودين على أرض ملعب صغيرتا رغم بعد المسافة ورغم بعض العبارات الجميلة اللي أتحفنا فيها البعض من أحد الجمهورين بوقت من أوقات المباراة. كمان لوحظ غياب أحد لاعبين النجمة اللي يعدوا بمستقبل كبير، إبراهيم بحسون. السبب هو مش إصابة لا سمح الله أو إبعاد من المدرب، السبب أنه إبراهيم بحسون حسب معرفنا أنجز اتفاق مع نادي الإسماعيلي المصري لانتقاله لصفوف هالنادي لمدة 6 أشهر بصفقة تمتد ل6 أشهر قابلة للتجديد، طبعا وفق أداء اللاعب وحاجة الفريق له بالمرحلة المقبلة. بنقول لإبراهيم مبروك. إبراهيم طبعا كان عمل تجربة احترافية أولى مع نادي الزوراء العراقي على أمل أنه تكون تجربته مع الإسماعيلي ممتازة. بنروح لنحكي شوي عن الأنصار وبعدها بنحكي عن النجمة. طبعا الأنصار كوكتيل من الإصابات، كلكم تعرفوا عدد الإصابات الموجودة بالأنصار والجديد أيضا بالأنصار هو برينس ولوبيز. فشو هو جو النادي، شو استعداداته للإياب مع استخدام هاللاعبين الأجنبيين الجدد؟ بداية الأنصار بالبطولة كانت ممتازة، جمهور الفريق استبشر خيرا بإمكانية المنافسة هالموسم، لكن مع الوقت تراجع أداء الفريق يلي احتل المركز السادس بنهاية الذهاب. المفارقة أنه الأنصار هو صاحب أقوى دفاع بالبطولة وما تلقت شباكه أكثر من 8 أهداف، لكن المشكلة كان بمطرح تاني، فهجوم الفريق الأخضر هو رابع أضعف هجوم بالدوري. أما المدرب العراقي هدف شمران فهو متفائل بتقديم مرحلة إياب أفضل. الآن إحنا بعد يعني سد الثغرة أو الخلل الموجود عندنا اللي لاقيناه بالمرحلة الأولى، أكيد راح يكون طموحنا من الفرق المنافسة على الدوري. متفائل؟ أكيد 100%. ما في مدرب اليوم يعني صراحة، وأنا رجل إنه يعني مدرب خبرتي وتجربتي، أكيد أكون متفائل إنه نعيد الأنصار إلى وضع الطبيعي إن شاء الله. الأنصار استغنى عن السوري فهد عودي وتعاقد مع أجنبيين بأدوار هجومية، البرازيلي لوبيز والنيجيري برينس، مع الإبقاء على البرازيلي الآخر راموس. اللاعبين اللي اختاريناهم واحد منهم انه لاعب يعني سبق وان لعب بالدوري اللبناني حوالي 4 أو 5 مواسم، عنده فكره وعنده تجربه. برنس برنس نعم، وفي لاعب برازيلي لبيرس كمان امكانياته ممتازه جدا. وانا صراحه انه اطرحت على نادي على الاخوه رئيس واعضاء النادي انه يوقعوا مع هذا اللاعب البرازيلي لاكثر من موسم واحد للامكانيات الطيبه الموجوده، وبعد لاعب صغير بالعمر ممكن يستفاد النادي من عنده أكثر من موسم واحد. غيروا بمستوى الفريق برأيك لجان؟ أكيد 100%، لأن هو هذا ما كان ينقصنا صراحة، إنه اللمسة الأخيرة بالثلث الدفاعي للخصم كان ينقصنا، وإن شاء الله وجود هؤلاء اللاعبين الاثنين إن شاء الله راح يكون مصدر قوة للفريق. إذن بطل لبنان 13 مرة عم يخوض تمارينه بانضباط وجدية عالية بهدف الظهور بشكل مغاير بالإياب، خاصة إنه الفريق جمع 14 نقطة فقط بمرحلة الذهاب. طبعا كل ما قيل عن تغيير بالجهاز الفني للأنصار، إقالة المدرب أو استقالة المدرب بعد نتيجة امبارح، هو كلام غير دقيق وهو كلام إلكتروني لا أكثر ولا أقل. بنروح للنجمة مع مودي. أحمد عبد العزيز كان الخيار الوحيد للمدرب الألماني ثيو بوكير بالنجمة، وطبعا الكابتن بوكير متكل تماما على وجود حسن المحمد وأكرم مغربي بخط هجوم الفريق النبيذي، ومتأمل أنه هني قادرين يحملوا الفريق هجوميا. فهل اتخذ بوكير الخيارات الصحيحة؟ تابعوا معنا. 7 مباريات من أصل 11 بالذهاب ما حقق فيه النجم الفوز، ليحصد الفريق 17 نقطة وضعته بالمركز الخامس، وهو مركز ما تعود عليه خاصة بالسنوات الأخيرة. تغيير فني برحيل موسى حجاج وقدوم الألماني ثيو بوكير بيقبل جمهور النجمة أنه يشكل صدمة ويعيد الفريق للسكة الصحيحة، أما بوكير فبيأكد أنه الفريق عنده الإمكانات والمطلوب معالجة بعض الثغرات. النجمة هو أكبر نادي بلبنان،
وطبيعي نحاول نربح كل المباريات المقبلة. هيدا طموحنا، وأنا جاهز لمساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة. بالتأكيد رح ننهي الموسم بمركز أفضل على الأقل. وقت التحضير كان قصير، لكن النجمة بيملك لاعبين عندهم الجودة، خاصة اللاعبين الشباب يلي عندهم إمكانات رح نستفيد منها. بوكار أنهى ملف الأجانب فاستقدم المدافع المصري أحمد عبد العزيز مودي يلي سبق ودربه بالإسماعيلي المصري، لينضم للمدافع الآخر السوري عبد الناصر حسن ولاعب الوسط السنغالي سي الشيخ. تعاقدنا مع مدافع أجنبي لأنه ببساطة ما عندنا مدافعين بشكل كافي. مودي لاعب ممتاز ومحترف مثالي ورح يقدم إضافة للفريق. أما بالنسبة لسي الشيخ وعبد الناصر حسن فأنا ما كنت المسؤول عن قدومهم للنجمة، لكن هاللاعبين منهم سيئين وتغييرهم بهالفترة رح يضر الفريق وما يفيده. بآخر موسمين النجمة كان دايماً عم يتألق بمرحلة الذهاب ويتصدر ليعود ليتراجع بالإياب ويفقد الدوري بالأمطار الأخيرة. هالموسم الذهاب كان سيء، فهل رح يحمل الإياب فرحة طال انتظارها للنجمة وجمهورها؟ طبعا مثل ما بيعول ثيو بوكير على لاعبين بالهجوم مثل حسن المحمد واكرم مغربي، ومثل ما كان استراتيجيته واضحه هي الدفاع اولا اقفال منطقه الدفاع، بيبقى امل جمهور النجمي الكبير بلاعبين عم يلعبوا دور كتير اساسي بالنجمي السنه، دور محوري مركزي. عم بحكي عن الكابتن عباس عطوي يلي عم يلعب دور قيادي وعم بفرجينا مش بس مع النجمي حتى مع المنتخب انه لاعب اذا ما كان الاميز بلبنان هو واحد من أفضل اللاعبين حاليا بالدوري، رغم أنه يمكن هيتزعلوا لعب بشوي، رغم أنه عمره متقدم عن غيره، إنما أنه عم يلعب بعمر يلي عمره 20 سنة. خلينا نروح مشاهدينا لجملة من الحالات التحكيمية بربع نهائي كاس لبنان، طبعا بصوت وتحليل الحكم المعتزل زميلنا بشير أواسي. أول الحالات التحكيمية بربع نهائي الكاس من مباراة السلام صغرتا والراسينج، مع مطالبة أبو بكر المال بخطأ والواضح أنه أصاب الكرة قبل الاحتكاك مع اللاعب المنافس. الحالة الثانية، لاعب الراسينج حسن قليت عم بيرتكب خطأ على لاعب السلام عمر الحسين، احتسبوا الحكم من دون ما تترافق الصافرة مع العقوبة الانضباطية بسبب الدوس الواضح على القدم. الحالة الثالثة، مطالبة رسنجاوية باحتساب ركلة الجزاء وقرار الحكم بمتابعة اللعب كان صحيح لأن الكرة هي اللي اتجهت إلى يد علاء حمية السابتي. الحالة الرابعة، قرار صحيح من الحكم بإنذار مهاجم السلام جان جاك يمين لأنه مدافع الرسنج، ورغم محاولة إيقاف المهاجم المبالغ بالسقوط إلا أن لمس اللاعب ما كان مؤثر لاحتساب الخطأ. إلى مباراة شباب الساحل وطرابلس، مع قرار صحيح من الحكم باحتساب خطأ لمصلحة طرابلس لأنه عماد الميري تعرض بشكل واضح لمهاجم طرابلس وكان بيستوجب إنذار المدافع لمنعه من إكمال هجمة واعدة. الحالة الثانية، مهاجم الساحل وسيم عبد الهادي استعان بإيده لإيقاف الكرة وكان ممكن يستفيد منها لتسجيل هدف، لكن الحكم ومساعده اللي كان زاوية الرؤية واضحة بالنسبة إلهم ما احتسبوا شيء، وطرابلس كان بيستحق الحصول على ركلة حرة مع إنذار وسيم. الحالة الثالثة، إلى ركلة الجزاء اللي احتسبت لشباب الساحل وقرار صحيح من الحكم لأنه مدافع طرابلس أصاب قدم لاعب الساحل بشكل واضح. المباراة الأخيرة، مباراة القمة بين النجمة والأنصار، قرار صحيح من الحكم باحتساب خطأ لمصلحة النجمة لأنه لاعب الأنصار محمد سبيعي عرقل حسن لمحمد بشكل واضح وكان بيستحق الإنذار. الحالة الثانية، قرار عكسي من الحكم باحتساب خطأ لمصلحة أكرم مغربي على ربيع عطايا والواضح أنه الخطأ لمصلحة ربيع على أكرم. الحالة الثالثة، هدف النجم الأول كان هدف صحيح تماما لأنه لحظة تمرير الكرة إلى علي حمام كان أحد مدافعين أنصار مغطى بالتسلل. والحالة الأخيرة، قرار خطأ من الحكم بمتابعة اللعب لأنه مدافع النجم ارتكب خطأ واضح على مهاجم الأنصار يلي كان بيستحق الحصول على ركلة حرة. بنكون وصلنا لنهاية جردة مباريات كاس لبنان. خلينا نذكر النتائج الكاملة لربع النهائي نحن وياكم. الإخاء علي العهد 5-0، السلام صغرتا ريسينج 1-0، طرابلس شباب الساحل 2-1، النجمي الأنصار 3-0. مباريات نصف النهائي
المحددة من قبل الاتحاد اللبناني لكرة القدم رح تكون إذن كما يلي: السبت ب 26/4 الإخاء علي سلام زغرتا بالمدينة الرياضية، الأحد 27/4 27 نيسان النجمي ضد طرابلس بملعب صيدا البلدي، مباراتين رح يكونوا منقولين مباشرة على الجديد. أما المباراة النهائية فرح تكون بنهاية الموسم الرياضي يعني ب 18 أيار الساعة 3:30 على ملعب المدينة الرياضية، طبعا إذا ما صار أي تغيير بتفرض ظروف معينة. خلينا مشاهدينا نروح نحن وياكم على بريك، بعدها بنكون مع نهائي الفوتسال بوقفة مطولة ومع أخبار نجومنا المحترفين، طبعا عم نحكي عن عدنان حيدر، محمد حيدر ومحمد غدار. ختام استعدادات الأندية لبطولة لبنان هو مع الصفا متصدر البطولة وبطل الذهب، خلينا نشوف كيف استعد الصفا لمرحلة الإياب. الصفا أنهى المهمة على أكمل وجه بمرحلة الذهاب بتصدر ترتيب البطولة وبقي الفريق الوحيد بالدوري يلي ما تلقى أي خسارة. صاحب أفضل خط هجوم بالدوري وتاني أفضل خط دفاع بيأمل إحراز اللقب للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم أن المهمة ما راح تكون سهلة. المسؤولية على فريق الصفا كتير كبيرة وفي ضغط على لاعبين الصفا. قدم الفريق مرحلة الذهاب كان في شيء مقبول، بس مش هذا المطلوب بس من فريق الصفا، المطلوب بعد أكثر من هيك، بالرغم من أنه أهدر نقاط يفترض أن يكونوا هلأ بجعبته ويكون متصدر بفارق نقاط، ولكن أنا دائما بقول يعني إن شاء الله يا رب العالمين هيك يبعد الإصابات عن كل لاعبين لبنان وتحديدا عن فريق الصفا. العنصر الأجنبي بفريق الصفا كان عامل مساعد بشكل كبير للفريق بمرحلة الذهاب، وبالتالي ما في تغيير بانتظار تعافي السوري طه دياب من الإصابة للمشاركة مع الفريق بكأس الاتحاد الآسيوي. الأجانب اللي عم يلعبوا بالدوري هن رح يبقوا يلعبوا بالدوري، الكابتن طه إن شاء الله يا رب العالمين الله يعافيه، يعني طبعا هم اللاعبين المميزين، إذا تعافى أكيد باقي من شان آسيا، وإذا ما تعافى يعني إذا حس المدرب أنه في عنده وقت لحتى يتعافى، تقديري أنا بده يتم استخدام لاعب يكون على مستوى عالي. توري وتوبة قدموا مستوى عالي، شوي يمكن تأخر تامر لحتى قدم، بس بالنهاية عندنا 3-4 مباريات قدم بمستوى عالي جدا، إن شاء الله الله يوفقه. كرم الله خلقتون لي. صحيح صحيح، تم الاجتماع مع الإدارة مع الجهاز الفني وقرر الجهاز الفني إبقائهم بصفوف فريق الصفا. بطل لبنان عانى من إصابات متكررة لأبرز لاعبينه مثل توري وتوبا وعلي نصر الدين، لكنه رح يستعيد خدمات معظم هاللاعبين قبل انطلاق الإياب، وبيبقى إعدادهم بدنيا ليكونوا بالجهوزية المطلوبة. عم نشوف قدامنا تذكير بترتيب البطولة بالوقت الحاضر بعد نهاية الأسبوع الـ11 وقبل بداية الإياب. الصفا العهد 23 نقطة، غسنك 22، شباب الساحل 17، النجمي 17، الأنصار 14. بنتابع أيضا الإخاء علي 14، السلام 11، طرابلس 10، الاجتماعي 10، المبارة 9 والتضامن صور 7. مباريات الأسبوع 12 هن على شكل التالي: غسنك طرابلس من ملعب بيروت البلدي مباشر يوم الجمعة الساعة 3:15 على الجديد، سبت المباراة العهد 2:15 على ملعب العهد، أما السبت مباشرة فمباراة النجمي والسلام زغرتا من صيدا، الأحد تضامن صور بيستضيف الصفا بصور، الاجتماعي بيستضيف شباب الساحل بطرابلس، ومباشرة على الجديد الأحد لخال الأهلي علي مع الأنصار من ملعب بيروت البلدي. إذن ثلاث مباريات منقولة مباشرة. بالنسبة لبطولة الدرجة الثانية بنذكر بالترتيب حاليا قبل انطلاق الإياب: النبيشيت 27، الغازية 24، التضامن الأهلي الصيدا 19، الخيول 19، الحكمة 17، الرياضة والأدب 16، تضامن بيروت 15 نقطة، الأهلي النبطية 13، الشبيب المزرعة 12، شباب طرابلس 9، مثله مثل النهضة بغلياس أمل عمال طرابلس ب6 نقاط. مباريات الأسبوع الأول من إياب البطولة للدرجة الثانية: شباب طرابلس الأهلي صيدا، عم نشوف الملعب والساعة، كل المباريات 2:15، النهضة بغلياس شباب الغازية، رياضة والأدب التضامن بيروت، شبيب المزرعة الخيول السبت، مباراتين الجمعة مباراتين السبت ومباراتين الأحد، أهل النبطية الحكمة بكفر جوز، العمال طرابلس والنبي شيط على ملعب
طرابلس الأولمبي، وهيدي أهم مباريات هالمرحلة كونا للمتصدر. بنروح على الفوتسال مع متعة متواصلة بين الصداقة وبنك بيروت، وطبعا الفريقين رايحين لمباريات فاصلة. اليوم المباراة الثانية من أصل خمس مباريات رح تجمع نادي بنك بيروت بمواجهة نادي الصداقة. المباراة الأولى كانت انتهت بفوز بنك بيروت بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. قاسم أوسام ممكن يلعب بالعرض، عم ينبش على المساندة، توصل لحسن زيتون، زيتون عم يختار التسديد، عم يسدد كرة أولى حسن زيتون، لاعب يتمتع بتسديدات كتير قوية، عم يسدد جول! رودولفو! فيفا البرازيل! رودولفو عم يسجل مرة جديدة، عم يهز الشباك، طورة الفوتسال البرازيلي وعم يفتح تسجيل مع الكرة أيضا، محاولة سريعة للرد من الصداقة. ذكرنا لعبة الفوتسال منا لعبة الفردية بالوقت للتسديد، هووو! مصطفى سرحان بيهز العارضة، أيضا مصطفى سرحان بيمر، مصطفى سرحان بيتقدم بالكرة، فرصة هدف، فرصة هدف، هووو! سجل سجل سجل! الهدف الثاني لمصطفى سرحان هو كان أنظر بكل بساطة ساكو بالتسديد الأولى. هناك انطلاقة وخطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، حسن زيتون بيقلص الفارق. شوف الخروج الهادئ من المنطقة، إنما هالتسديدة أو التمريرة خاطئة، ممكن ممكن واحد من أجمل الأهداف ممكن نشوفه. بنك بيروت مثلهم مثل الصداقة بهالوقت مع التسديدة هون بالشوط الثاني من المباراة مع حسن زيتون، عم يتقدم وعيد جول! صاروخ من الزيتون، هدف رائع جدا من حسن زيتون. من أصل المباريات الخمسة خطيرة خطيرة خطيرة، رودولفو 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 دا كوستا، رودولفو دا كوستا واحد من أخطر اللاعبين الموجودين على أرض الملعب. لعبة الليبرو منا موجودة، أوه أحمد خير الدين كان بمواجهة ساكو، لعلي الحمصي بمر علي الحمصي علي علي الحمصي علي الحمصي علي الحمصي عم بسجل عم بتوج مجهوده بالمباراة، صاحب الرقم 9. حكم المباراة عم يعلن عن نهاية أحداث اللقاء بفوز الصداقة على بنك بيروت بأربع أهداف مقابل ثلاثة. مع دخول فريقين إلى أرض الملعب حاليا، بنك بيروت بالملابس الزرقاء الكاملة والصداقة بالطعم الأبيض، يعني بيخسر الكرة خطيرة جدا، ممكن نشوف هدف أول على الحمصي، الحمصي أيضا بعيدة لزيتون، خطيرة جدا تسديدة جول! زيتون عم يفتتح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق تماما على بداية المباراة، بحاول يوصلها كامل، مقطوعة من توتي مع رودولفو إلى يساره، بالفعل بيلعب لرودولفو تاكوستا صاحب التسديدة القوية، فيفا البرازيل مرة جديدة، رودولفو داكوستا عم بهز شباك سركيس اسكاتجيان، وبأي طريقة تسديدة قوية من بين قدمي لحارس الصداقة، الأمر غير متوقع أبدا. ياسر سلمان ما بينجح إنه يسجل بالوقت موجود، أوه ياسر سلمان ما نجح بالفرصة الأولى، إنما ياسر سلمان صاحب الرقم 10 عم ينجح بالفرصة الثانية والتقدم، كل الأمور ممكنة بالوقت أيضا. لا 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 شو عم يحصل بهالمباراة؟ يعني جوني كوتاني يمكن الضرب القاضي عم بيوجهها، ركلة ثابتة بتتنفس بشكل سريع لعند كريم أبو زيد، أيضا قاسم أوسان مع الكرة بتتهو الهدف الثاني لمصلحة الصداقة والفرحة المجنونة. إذن ثلاث مباريات، البنك بيروت يتقدم على الصداقة حاليا 2-1، المباراة الرابعة مبدئيا رح تكون الأربعة الساعة 3:30، ويمكن ما تكون حاسمة، يمكن تكون حاسمة حسب النتيجة طبعا. بنروح لمكان تاني بحضور حشد كبير من الوزراء، النواب، ممثلي القيادات، القطاعات العسكرية، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة، عدد كبير من الشخصيات والفعاليات السياسية ورؤساء أندية وبلديات ومخاتير وغيرهم. وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي افتتح ملعب الشباب الغازي البلدي الخاص بنادي الشباب الغازي تحت اسم ملعب شهداء الجيش، كان في تقديم بالبداية لأمين سجن النادي علي حسون، وبعد كلمة لرئيس مجلس الجنوب المحامي أبلان أبلان يلي قال إنه هالمشروع هو من ضمن سلسلة مشاريع المجلس على مستوى الساحة الجنوبية. كلمة طبعا للوزير فيصل كرامي هنأ فيها بالمنشأ الجديد وأشاد بأرض البطولات ومجد التحرير وقداسة المقاومة، وقال أن الغازية هي عنوان العيش المشترك، وبعد
افتتح الملعب رسميا. بنروح خارجيا، وبعد نصف موسم قضاه بنادي اتحاد جدة عميد الأندية السعودية اللي عم بيعاني حاليا جملة من المشاكل الإدارية والفنية، وعنده انتخابات طبعا لرئاسة النادي، محمد حيدر وقع رسميا لنادي الفتح بطل المملكي وممثله بدوري أبطال آسيا، وخاض معه مباراته الأولى ابتداء من دقيقة 57 من يومين، وهالمباراة من أيام عفوا، وهالمباراة انتهت ضمن الدوري بخسارة الفتح أمام العروبي 1-2. محمد إذا شارك ابتداء من الدقيقة 57، عم نشوف هالكرة يلي كانت عرضية من محمد إنما ما أسفرت عن هدف. بالنسبة لعدنان حيدر والكلام يلي نقال عن انتقاله لنادي ترابزون أو جامعة ترابزون التركي، كلام صحفي تركي طبعا عم نشوفه أمامنا، أو ترابزون 1461 مثل ما يسمى هالنادي، هو فريق رديف لنادي ترابزون سبور الشهير. الاتفاق لم يصل إلى نهاية سعيدة لأنه العرض المقدم إلى عدنان لم يكن وفق المأمول، وبالتالي عدنان لم يوقع للنادي التركي كما أشارت بعض الصحف التركية، مثل ما عم تشوفوا قدامكم كانت حسمت الأمر. هذا الأمر لم يحصل، عدنان يلي أنهى عقده مع نادي ستابيك النرويجي لم يوقع إذن لنادي ترابزون التركي الرديف طبعا نادي ترابزون سبور التركي، وبالتالي هو حاليا ينتظر عرض من نادي ما في أوروبا للتوقيع لصفوفه. رح نتابع أخباره أول بأول. إلى دوري السوبر الماليزي، ومحمد غدار اللي كان عم بيقود فريقه القديم الجديد كيلانتن لفوز على ملعب السلطان محمد الرابي على سايم داربي بنتيجة 2-1، بعد ما كان متأخر كيلانتن 1-0. محمد سجل هدفين بالدقيقة 60 والدقيقة 81، وطبعا قاد فريقه للفوز بنتيجة 2-1. هيدا بالنسبة لأخبار لاعبين المحترفين بملاعب العالم. خلينا نروح لفقرة شو صار معهم. طبعا ناطرين نشوفها جاهزة جاهزة، طبعا بانتظار أن تجهز معنا فقرة شو صار معهم. أخبار اللاعبين اللبنانيين المحترفين دايما رح نتابعها. هالمرة شفنا أخبار محمد غدار، محمد حيدر وعدنان حيدر، ودايما اللاعب اللي عنده شيء مميز ينقال رح نقوله شو صار معهم. طبعا بكون تنتبهوا دائما انتوا قاعدين على المدرجات انه في كاميرا عم ترصدكم وممكن تلقطكم باي لحظه، وفي اشياء بعد من مباراه النجمي والانصار مخبيه لاسبوع الجاي. ختاما مع تذكير مشاهدينا بفقره من اعداد زميلنا احمد سيف الدين، كل اهداف ربع نهائي كاس لبنان، وما عم نختم حلقه اليوم من اوفسايد. ملتقانا التالي اذن بنهائي الفوتسال كلاكات ربع مجا ومباريات النقل المباشر لبطوله لبنان الجمعه والسبت والاحد، فالى اللقاء.